موضوع جديد نقترحه على السادة المشاهدين، وهو كيفاش أطفالنا نجموا نخليوهم يقدموا وإلا يستغلوا أوقات فراغهم بطريقة سليمة وطريقة ينجموا من خلالها يطوروا الشخصية نتاعهم إيجابيا كيف العادة شيخ، بالاستناد إلى بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. شكرا الأخت ريم على الاستضافة مرة أخرى. شكرا على واجب، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة ذكرنا سابقا أن دور الآباء والأولياء تجاه أبنائهم هو دور عظيم وعظيم جدا، وذلك على مستوى تأثيرهم وحسن توجيههم. ونعرف أن الأبناء والأطفال متاعنا وفلذات أكبادنا كانوا في سنة دراسية، وتخللت سنة دراسية أحداث الثورة المباركة والحمد لله، وكان ذلك له انعكاس يعني خاص على مستوى نفسية الطفل. أحيانا يعني عاشوا ضغط نفسي كبير من جراء بعض التصرفات التي آتاها البعض. وفي التويكة في آخر السنة الدراسية وكانوا في فترة الامتحانات ويعيشوا ضغط كذلك، توا جاء الوقت اللي يزم باش يفرهدوا ويزم ياخذوا نصيب وافر من الراحة النفسية، وذلك بأن نفسح لهم المجال وبأن نشجعهم على تعاطي بعض الهوايات الخاصة متاعهم والترويح على النفس. أولا حبيت نذكر نفسي وأذكر السادة المشاهدين وأنت الأخت ريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فلهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم فراغك قبل شغلك، بحيث شجعنا الإسلام بأن نغتنم أوقات الفراغ في الحاجات اللي هي تعود بالنفع وبالفائدة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك كمل يعني قال: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بحيث الإسلام ما يحبش يتركنا هكذا يعني نضيع أوقاتنا سبهللة، وإنما نوجه أبناءنا ونوجه أنفسنا كذلك نحن كأولياء إلى استغلال أوقاتنا فيما يفيد وما يعود على أنفسنا وعلى مجتمعنا بالخير والفائدة. نعم شيخ، هي عملية التوجيه هي اللي يلزمنا نحكيه فيها شوية، بما أنه يعديوا أوقاتهم في أمور إيجابية حكاية نسبية. ليش مثلا الشباب خاصة تو ولا المراهقين يقول لك نستنى في الصلاة نستنى في العطلة باش هكاك نتفرهد، والتفرهيد في حد ذاته نعتبره حاجة إيجابية بما أنه يرتاحني نفسانيا ويخليني العام الجاي ندخل لسنة دراسية جديدة وشارح على القراية ونحب نقرأ. والأولياء يقول لك لا، يقول لك في العطلة يزم يدارك النقائص مثلا اللي عنده. تلقى بعض الأولياء يدخلوا صغارهم اللي يعمل اتشود واللي يدخلوا يعمل لونغ مثلا يقرأ ديكوغ، ووقت اللي ولده يكون حابب الحكاية أوكي، لكن وقت اللي ولده يكون مش حاببها الحكاية هوني كيفاش لازم الولي ياخذ بعين الاعتبار شنو يحب ولده في نفس الوقت يشره في حكاية تكون إيجابية لي. والله أنا قصدت يعني عمدا قلت يعني كون التوجيه يكون يعني إيجابي وهكذا بصفة مطلقة وعامة، وكل ولي حسب ما يراه هو التوجيه كيفاش يكون، وحسب طاقة استيعاب الابن متاعه وحسب السن اللي يمر بها الطفل متاعه، بحيث ما نجموش نحدوا حاجة معينة يعني تكون مقاس لكل الأبناء، وإنما الأمور نسبية. ما أوجه إليه ابني مش بالضرورة أنه غيري يوجه ابنه إليه. وبالتالي احنا نأكد على حاجة هامة، هي أنه الترويح على النفس يكون في إطار ما يحبه الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام شيقول؟ يقول: روحوا
على النفوس ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. إذا كان باش يعمل هو دروس تدارك مثلا، هو نقص في النتائج الدراسية نتاعو بدون مبالغة، لأن المبالغة دائما تفضي إلى نتائج عكسية. نعم. إذا كان هو يعدي الصيف الكامل هو يقرأ، وهذا علماء النفس اللي هما مختصين أكثر منا احنا يجموا يفيدونا في هدايا، إذا كان بعد ما تمر العطلة الصيفية يلقى روحه باش يدخل المكتب، يلقى روحه ما يعيش ما يسمى بفترة فتور ذهني. صحيح. يعني الذهن بتاعه يتعب. وبالتالي يدخل السنة الدراسية القادمة يدخل وهو متعب ومنهوك القوى، وما عندوش حتى معناها قدرة على تحمل ضغط سنة دراسية قادمة. نعم. إذن كل شيء نسبي. احنا نشجع أبنائنا في الفترة الصيفية على المطالعة الحرة، لأنه في فترة الدراسة كان ملتزم بمواد حسب الاختصاص نتاعه وقاعد يقرأ فيها، بالتالي لا يلقى مجالا باش يطالع مطالعات حرة أدبية مثلا شعرية، لغات كذلك يتعلم اللغات. أو كذلك نشجع أبنائنا على تعاطي الهوايات نتاعهم، رياضة، سباحة، موسيقى، مسرح، موسيقى، سينما، رقص، يعني أي حاجة اللي ونقصد بالرقص هو الرقص الإيجابي، الرقص الباهي باعتبار وسيلة تعبيرية، يعني في إطار ما يحله الله تبارك وتعالى، مهوش هيك الرقص اللي فيه الصخب وفيه المجون وفيه كذا، وإنما حاجة كوسيلة تعبيرية تدخل يعني في مفهوم رياضي عام. نعم. وله حدود شرعية كذلك. نعم. لهنا وقت اللي باش يفسح المجال لابنه باش يتعاطك الهواية هذيك، يعني فيها فايدة تعود على النفسية بتاعه. كذلك نشجع أبنائنا على زيارة أقاربهم في السنة الدراسية، راهم وأنه منتبين على الدراسة فما عندهمش ماذا بينا التزاور هذايا، ونعلموا أبنائنا صلة الرحم. كذلك نهزوا أبنائنا إلى دور العجز، يعني لأنهم ناس غرباء وناس ربما ينتظروا في شكون يجي يطل عليهم. كنعود أبنائنا على زيارة العجز في دور العجز، لهنا نعلمهم قيمة من قيمنا الإسلامية النبيلة. كذلك نهزهم إلى المستشفيات، وكذلك ندخلوهم إلى جمعيات. نعم. يعني بتاع نشاط شبابية يأطروا فيها ويسلقوا فيها، يعني يقع فيها صقل المواهب متاعهم، وتكون يعني فيها اكتمال للشخصية متاعهم فيما نعم. بعد. نعم. مشكور جدا الشيخ فوزي التومي على تقديمك لهذه المعلومات. كيف ما كل نهار جمعة نتقابلوا باش نحكيه حول مواضيع تهمنا الكل بالتأكيد، وخاصة وقت اللي تكون الأمثال تتقدم بالاستناد إلى بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، تكون بالتأكيد ومن غير حتى شك مفيدة جدا لنا احنا. مع الأسف مش نتقابل الجمعة الجاية.